ده حسابي على بيبال، اسم يوسف وادي صورتي. ولو نزلنا تحت في الحسابات البنكية هنلاقي هنا الاخر 4 ارقام في الكود الحساب البنكي بتاعي في بايونير في 4495 زي ما انتم شايفين. ولو رحت لحسابي البنكي في بايونير هلاقي هنا ادا اسمي يوسف احمد اللي موجود هنا، ولو نزلت تحت هلاقي رقم الحساب 4495 اخر 4 ارقام في حسابي البنكي الموجود على بنك بايونير، علشان تشوفوا تطابق بين الارقام الحسابات الموجودة هنا وانا بشتغل دلوقتي للاثبات مش اكتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة اتعلم دوت نت ودرس جديد من دروس البنوك الإلكترونية. زي ما وعدناكم في الدرس السابق ان احنا هنفعل حسابك على بيبال باستخدام بايونير عن طريق حسابك البنكي في بايونير. النهاردة معانا شرح كيفية تفعيل حسابك على بيبال بواسطة حسابك البنكي في بايونير بدون اي مشاكل وبالاثبات، هنشوف دلوقتي واحدة واحدة. بس قبل ما نبدأ يا ريت تشجعنا وتعمل لايك للفيديو ده وكمان مشاركة عشان الكل يستفيد. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وكمان فعل زر الجرس علشان توصلك اهم فيديوهات الربح من الانترنت بمجرد رفعها على القناة. يلا نشوف هنفعل حسابك على بيبال باستخدام حسابك البنكي في بايونير ازاي بس بعد الانترو. ملحوظة مهمة يا شباب قبل ما نبدأ شغلنا النهاردة، وهي قبل ما تفعل حسابك على بيبال باستخدام حسابك البنكي في بايونير لازم تضيف فيزا مسبقة الدفع على بيبال قبل ما نشتغل شغلنا ده النهاردة. ولو لسه مش عارف ازاي تربط فيزا مسبقة الدفع على بيبال هتلاقي الرابط موجود زي ما انتم شايفين ظاهر فوق هنا على الشمال، وكيفية ربط حساب بايونير ببطاقة مسبقة الدفع. هتنفذ الخطوات ديت وبعد كده نبدأ في شغلنا النهاردة ونفعل حساب بيبال 100% باستخدام حسابك البنكي على بايونير خطوة خطوة وبالتفصيل. ونروح على الكمبيوتر وندخل على بيبال ونشوف هنشتغل ازاي. كل اللي انت هتعمله ان انت هتدخل على بيبال زي ما احنا شايفين، وانزل تحت هنا واضغط على اضف حسابا بنكيا او بطاقة، بضغط عليها علشان يفتح لي الصفحة اللي فيها بضيف بطاقة بايونير اللي هنشوفها دلوقتي علشان نأكد للناس كلها ان بايونير اقدر اضيفها واسحب رصيدي عن طريق البيبال. بروح دلوقتي على الحسابات البنكية واعمل اضافة ربط حساب بنكي زي ما انتم شايفين، هضغط عليها بيفتح لك الصفحة اللي قدامك دي ويجيب لك فيها نوعين الحسابات البنكية لدى بايونير. فهنا عندك نوعين، حساب جاري اللي هو تشيكينج وحساب توفير اللي هو السيفينج. فطبعا الحسابات البنكية اللي بايونير بيديها بتبقى تشيكينج اللي هي حساب جاري زي ما انتم شايفين، نوع الحساب تشيكينج تمام. فهروح هنا اختار تشيكينج زي ما هي حساب الجاري، واجي هنا واكتب رقم الحساب بتاعي وهنا رقم التوجيه البنكي. فهنا هروح على رقم الحساب اخده كوبي واضيفه هنا في رقم الحساب، وبالنسبة لرقم التوجيه هو هنا رقم التوجيه اللي قدامنا ده اللي هو الاي بي اي، اخده كوبي واروح اضيفه هنا في رقم التوجيه. بعد كده بضغط على استخدم هذا الحساب البنكي لاجراء التحويلات الاوتوماتيكيه من رصيدك على بيبال او ممكن ما فعلهاش. يعني انت لو عايز اي رصيد يجي لك على بيبال مجرد ما تفعل الايقونه دي هيروح مباشره على حسابك البنكي في بايونير. المهم انت هتختار دي او لا زي ما انت عايز، وبعد كده هتضغط على موافق. زي ما انتم شايفين هنا اسم البنك كوميونيتي فيدرال سيفنجز بانك، يعني لازم يكون البنك ده اللي هو الكوميونيتي فيدرال سيفنج بانك، لازم هو ده نوع البنك او اسم البنك اللي موجود على بايونير علشان تقدر تسحب رصيدك من على بيبال الى بايونير. بعد ما بتملى البيانات دي بتضغط على موافقه واضافه. زي ما انت شايف هنا بيقول لك تأكيد حسابك البنكي، يرجى تأكيد انك الملك لهذا الحساب البنكي، يرسل بيبال مبلغ ايداع صغير اقل من 1 دولار الى حسابك وهيتم استرداد المبلغ ده من حسابك بعد كده.
بعد كده بيتم مراجعة حسابك البنكي خلال يومين ثلاثة، وبيوصل لك شوية بيانات على التعاملات البنكية اللي موجودة في حسابك على بايونير. هتسجل دخول بعد كده على بيبال بعد ما يجيلك المعاملات دي على بايونير، وتتم تأكيد وتفعيل عن طريق البيانات اللي جات لك على بنك بايونير. الحساب البنكي على بايونير ظهر لنا هنا قدامنا، وبيقول لك هنا جاهز للتأكيد. طبعا بعد ما وصل لنا دفعتين الماليتين اللي استغرقوا من يوم الى يومين زي ما شفنا في الرسالة السابقة دي، ففي مدفوعات جات لي على بايونير هسجلها هنا علشان افعل حسابي على بيبال باستخدام الحساب البنكي في بايونير، واقدر استلم ارباح من والى بيبال من اي موقع ربحي انت بتشتغل عليه. فكل اللي بعمله هنا بدخل على المحفظة علشان يجيب لي الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان اللي موجودة على بيبال. زي ما انتم شايفين دي البطاقة الخاصة بالحساب البنكي بتاعي، فهضغط على جاهزة للتأكيد علشان افعل حساب بيبال عن طريق الحساب البنكي في بايونير. فهضغط على جاهزة للتأكيد. زي ما انت شايف هنا بيقول لك لقد ارسلنا مبلغ ايداع صغير اقل من $1، طبعا اللي كنا شايفينه من ثواني على موقع بيبال. فهنا هدخل المدفوعات اللي وصلتني على حسابي في بايونير. هروح على بايونير، طبعا بتعمل لوجن وتنزل تحت على ايقونة اسمها عرض المعاملات، فهضغط عليها عشان اشوف الفلوس اللي جات او خرجت على حسابي البنكي في بايونير علشان اضيفها في بيبال وافعل بيبال. فضغط على عرض المعاملات، زي ما انت شايف هنا جاي لي معاملتين بتاريخ 2/4/2019. اول معاملة كانت ب11 سنت زي ما انتوا شايفين، وتاني مدفوعات كانت ب9 سنت. هما دول المبلغين اللي انا هضيفهم في بيبال هنا علشان يتم تأكيد حسابي على بايونير، او ربط الحساب البنكي بتاعي في بايونير على بيبال، واقدر افعل بيبال تفعيل كامل باني استقبل واستلم ارباحي من اي موقع ربحي ايا كان على موقع بيبال. فزي ما انتم شايفين هكتب هنا في المدفوعات 11 سنت وهنا هكتب 9 سنت تمام، واضغط على تأكيد. فزي ما انتم شايفين هنا جاهزة للتفعيل اختفت تلقائيا، فانا عايز اشوف حسابي على بيبال اتفعل تفعيل تلقائي يسمح لي ان انا اسحب ارباحي من اي موقع لا، فاروح على البريد الالكتروني الخاص بحسابي على بيبال واشوف الرسائل اللي وصلت لي. هنا في رسالتين وصلوا من بيبال زي ما انتم شايفين. اول حاجه ثانكس فور كونفيرمينج يور بانك اكاونت، زي ما انتم شايفين انا لو ضغطت هنا بيقول لك يور كوميونيتي فيدرال سيفنج بانك اللي احنا شايفينه دلوقتي ووز كونفيرمد اند يور سيندنج ليميت وير ريموفد، يعني تقدر تسحب ارباحك. وهنا بيقول يور بيبال اكاونت فيريفايد، يعني تم تفعيل حسابك على بيبال 100%. ولو رجعنا برضو لصندوق الوارد هنا واخدت الرسالة التانية، هنا بيقول لك congratulations your withdrawal limit has been lifted، يعني تقدر تسحب اي ارباح ليك على بيبال بدون اي مشاكل باستخدام الحساب البنكي على بايونير زي ما احنا شفنا. ولو حابب تعرف اكتر عن دروس الربح من الانترنت اشترك في القناة دلوقتي، وكمان فعل زر الجرس، وهتلاقي عدد من الفيديوهات بتتكلم عن الربح من الانترنت. ولو رحت على قوائم التشغيل هتلاقي جميع قوائم التشغيل المختصة بالربح من الانترنت، بنوك الكترونية، ربح من اختصار روابط، حسابات اعلانية، دورة ربح من CBA، وكمان الربح من اليوتيوب، والربح من الخدمات المصغرة، ودورة OG Ads بالتفصيل، ودورة احتراف بلوجر، واخيرا كورس فيسبوك ادز بالتفصيل من البداية او من الالف الى الياء للمبتدئين. وبكده نكون شفنا وعرفنا ازاي تفعل حسابك على بيبال باستخدام حسابك البنكي في بايونير بدون اي مشاكل، وزي ما شفنا بالاثبات ازاي اربط حسابي بيبال وافعله، وشفنا ارقام الحساب البنكي بتاعي موجودة في بايونير وموجودة في بيبال نفس الارقام. ياريت لو عجب الفيديو تشجعنا وتعمل مشاركة كتير كتير عشان كل اصحابك وحبايبك يستفيدوا، ولو لسه مشتركتش في القناة اشترك دلوقتي، وكمان فعل زر الجرس علشان توصلك اهم فيديوهات الربح من الانترنت بمجرد رفعها على القناة.
وطبعا بنكون في انتظار ارائكم وتعليقاتكم بالموضوعات اللي عايزيننا نشرحها عليكم هنا على القناه. انتظرونا في فيديو جديد من دورات الربح من الانترنت. كان معكم يوسف احمد من قناه اتعلم دوت نت. اشوفكم على خير والى اللقاء.